نزوة، حكاية الكنز التاريخي، مدينة العشق الثقافي والبحث عن الجديد. تفاجئنا تلك المدينة بكتابها ومؤلفين خرجوا عن المألوف. طاقات وكنوز إبداعية ترسم المشهد الثقافي العماني من الماضي إلى الحاضر. تلك الكنوز صفحة الغموض التاريخية وما خبأه السلف. الباحث محمد بن عبد الله السيفي كشف بعضا من غموضها بحث والتنقيب عن المجهول من المصدر وتوثيقه بأسلوب الحكايات الوعظية والحكم التاريخية التي رويت عن أسلاف العمانيين، ووثقها السيفي بترحال عبر المدن والبلدان في كتاب سطره في 7 أجزاء، واحدا تلو الآخر خاطا اسمه بالنمير حكايات وروايات. النمير حكايات وروايات، الكتاب المقيد لأخبار فريدة وآثار وروايات وطرف وأدب وفقه وتراجم ونوادر لمئات من العلماء. استعان جامعه ومحققه في تأليفه بعدد من رسائل المؤرخين وبعضا من المخطوطات. سبب اختياري هذا النوع من التأليف الموجود في كتابي النمير حكايات وروايات مراعاة أحوال المجتمع المختلفة من ذكور وإناث وصغار وكبار وواسع الثقافة وقليل الثقافة، بحيث يجد كل واحد منهم نهمه المعلومات الموجودة في هذا الكتاب. ثانيا، سرعة الوصول إلى المعلومة، فهذا الكتاب لا يسرد الوقائع ولا يطنب في ذكرها، وإنما هو عبارة عن مقتطفات وشذرات سريعة الفائدة وسريعة المنفعة، بحيث يجد كل قارئ وكل مطالع ما يحتاج إليه من المعارف والفوائد والثمار، بل يجد الشخص المتخصص نهمه في بعض المعلومات والمعارف التي لا توجد في مظانها. الأمر الثالث، سرعة الوصول إلى المعلومة، فهذا النوع من التأليف يسرد فيه المؤلف والكاتب كثيراً من المراجع المتعددة والمختلفة التي لا تتوفر للباحثين ويصعب الوصول إليها، فهناك الوثائق وهناك المراسلات وهناك المخطوطات وهناك التتبع الميداني وهناك المراجعات المتعددة والمختلفة التي تختزل في هذا النوع من التأليف. الأمر الرابع في هذا التأليف الميسر البسيط الذي يعتمد على اقتباس الشذرات المتفرقة والمختلفة آفاق رحبة واسعة، فيجد الباحثون ويجد المهتمون ويجد المثقفون في رسالة واحدة ما يستطيعون أن يعبروا عنها بمؤلف مستقل. وقد ذكر عددا من الكتاب أن مختارات سلسلة كتاب النمير حكايات وروايات جاءت شبيهة بما في ذلك مختارات كتاب الأغاني للأصفهاني وكتاب الحيوان للجاحظ والعقد الفريد لابن عبد ربه التي يعود إليها الأدب العربي لما تضمه من موسوعات فريدة. النمط الذي اعتمدته في كتاب النمير حكايات وروايات لا يعتمد على السرد الزماني ولا على السرد المكاني، ولا يعتمد كذلك في تسلسل الأحداث على حسب الوقائع وعلى حسب الأزمنة، فنجد في الصفحة الواحدة حدث في القرن الثاني الهجري، وفي نفس الصفحة نجد حدثا في القرن التاسع أو العاشر الهجري. المعلومات نجدها تتشابك تشابكا كبيرا في الصفحة الواحدة، يخرج القارئ والمطلع لهذا الكتاب على معلومة في الأدب والمعلومة في السير ومعلومة في التاريخ ومعلومة في الفقه. وهذا التأليف كان معروفا من قديم الزمان من القرن الثالث الهجري، وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب الكامل لأبي العباس المبرد، كما ظهرت كتب عمانية تسير على هذا السياق
منها كتاب شفاء للشيخ خميس بن راشد العبري، وكتاب الزمرد الفائق في الأدب الرائق للشيخ محمد بن راشد الخصيبي. وقد قال الشعراء متغنون بالنمير لما يعود عليه الأدب: حاوي النظم عقود رصعت مع آداب وفقه باهر، أيها الضامي رد من يمه وشربا من مائه العذب تجد، يا نميرا طاب ريا عذبه من علوم مع أحكام غرر، وتواريخ لأعلام تسر سلسبيلا ورحيقا مبتكر، ما يسر القلب أو يجلو الكدر وحلا وردا لمرتاد صدر. ونقيضا لما جاء في الأجزاء الأولى من السلسلة إلى أن السيف فاجأ الجميع بالجزء السادس، والذي جاب فيه زنجبار باحثا عن الأدب العماني ومؤرخا له. كانت زنجبار جزءا من أجزاء عمان وعضوا من أعضائها، ولذلك عندما أتحدث في النمير حكايات وروايات الجزء السادس والجزء السابع عن زنجبار فإنما أتحدث عن عمان، لأن الأخبار الواردة في هذين الجزئين إنما يتحدثان عن آثار وحضارة ومجد وتاريخ عمان. ويعجبني قول الشاعر أبي وسيم الإزكوي حينما يصف زنجبار: آثرتها حين نادتني على وطني، دار صفى حسنها في الر والعلم. بقي من موسوعة النمير حكايات وروايات ثلاثة أجزاء، وهي الجزء الثامن والتاسع والعاشر. أما الجزء الثامن فالكتابة فيه، ويتحدثان الثامن والتاسع عن الإباضية في بلاد المغرب الإسلامي، ويشمل جزيرة قربة في نس، وجبل نفوسة في ليبيا، ووادي ميزاب في الجزائر. أما الجزء العاشر فهو يتحدث عن الإباضية في اليمن وفي الهند وخراسان وبلاد السند. أما عن مستقبل الكتاب والأشياء التي أتمناها في هذا الكتاب أو الموسوعة المسماة بالنمير حكايات وروايات، هذه الموسوعة لا تحتاج إلى دعم معنوي، فهو موجود بحمد الله ومتوفر، وكذلك الهمة موجودة بحمد الله، وكذلك المواد العلمية متاحة بكثرة، وإنما تعاني هذه الموسوعة من الدعم المادي. فموسوعة بهذا الحجم البالغ 10 أجزاء هي بحاجة إلى دعم مادي قوي حتى تنتشر في كافة الأرجاء وحتى تصل إلى كافة الأماكن، لا سيما وأنها تحتوي على كم من زاخر من المعلومات والفوائد والمنافع التي تتحدث عن تاريخ عمان وأهل عمان. ما أجمل أن يثور الأدب ويثور أصحابه لترسيخ مجد الأدب العماني وحضارته والأدب العربي وحضاراته.